قوالب الثلاجات المقدمة من شركة سينومولد، رائدة صناعة قوالب البلاستيك في الصين. تعتبر شركة سينومولد مصنع محترف لقوالب البلاستيك في الصين، وخصوصا قوالب الثلاجات، وتصنع سنويا أكثر من 10 أنواع مختلفة من قوالب البلاستيك المتنوعة، وهي تقدم أيضا خدمات القولبة لأجزاء وقوالب للثلاجات وقوالب مقابض الأبواب وأيضا قوالب أقراص الكروم الصلبة.